السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دايرين لاباس عليكم؟ نتمنوا كاملين تكونوا بخير وعلى خير. احنا معكم عاوتاني في فيديو جديد في دايستون خارج لندن. ورجة ممتعة. دايستون كتباع الخضراء. الماركت كل شيء وان بوم. الزرابي هنايا هنا هنا الرمان بوعويد يا بغيتي هذه والله ما عرفتها اش كيقولوا ليها. دنمارك كيبيع كل شيء وسميتو ولكن هذه ما عرفتها شيء. هذه حتى هي جينا مع الطريق ديالنا وندوزو على واحد الواد ونصور لكم شوية فيها عاوتاني مع لي باطو. الجو هنا في لندن مرات تكون شتاء مرات تخرج الشميشة والبرد ديما كاين. شدوا معنا الطريق حتى نوصلوا ان شاء الله. انا كذا عجبني هاد الطريق هذه ديال هاد الواد. هي جيتها من الجهه الاخرى هنا كاين اللي كيتمشى بالبيكالا تاعو. ها هو حدو هنايا هكا سميت هكا البريدج ومن بعد نخرجو من هنايا من الجهة الأخرى. الطريق ديالنا شدو الطريق ديالنا ونطلعو نخرجو لأن هنا ما تقدرش تدوز دايرة القنطرة ولكن تقد تلقى معها عاوتاني من الجهة الأخرى تخرج وتهبط عاوتاني
مناظر جميلة. خرجنا هنايا من هذا الواد، ايوا من هنا ومن بعد كدور على اليسر وتهبط عاوتاني مع تلقى مع الواد. انا لا انا غنمشي نيشان نخرج ديريكت في مع الطلعة ديال طنجة عقبة. هاد البلاصة كيقولو لها إنجل، تا هو كيكون واحد السوق هنايا الزنقة. غنشوفو واش جمعو ولا مازال. هو الماركت ولكن جمعو كيكون في الصباح. دابا راه باقيين شي وحدين محطوطين، ولكن دابا كلشي تقريبا 90% جمعات. باقي مع صحاب الحوايج واسميتو صافي كيوسك. الطريقة هذه كتمشي لإزلينتون. هنا الخرجة ديال إنجل كاليدونيان رود. ندخلو مع هاد الجريدة، نقصرو الطريق، نخرجو من هنايا، دينا نبدا مع هاد الهبطة هادي، نخرجو على كينغز كروس رود، ثم ندورو على اليمن، نهاو الفيديو ديالنا هنايا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.